هذا واكد مستشار وزير الاعمار والاسكان ماجد صالح حرص الوزير على تكثيف الاجراءات التي من شانها تحجيم الفساد ومشيرا الى تشكيل العديد من الفرق التي تختص بعمليه تبسيط الاجراءات ومتابعه مكافحه الفساد واضاف ان وزير الاعمار يشرف بنفسه على المشاريع في جميع المحافظات. في الوزاره فان مسؤوليه مكافحه الفساد هي تقع على عاتق مسؤول او وزير الوزاره هو الشخص المسؤول الاول والاخير في مكافحه الفساد في وزارته ولذلك ارتأى السيد الوزير على ان يقوم بكافه الاجراءات التي من شأنها ان تقلل من الفساد حيث شكل فرق عديده منها فريق تبسيط الاجراءات في الوزاره وكذلك شكل فريق لمتابعه الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد، كذلك حدد عدد من الخبراء من مهندسين ذات اختصاص ومهنيه يعملون او يؤدون خبرتهم مجانا الى هيئه النزاهه. هذه الرقابه ادت بظلالها الى تسريع المشاريع حيث نرى الوزير حقيقه يشرف بنفسه على المشاريع نراه اليوم في المحافظة الفلانية وغدا في المحافظة الأخرى نراه في الليل في المشروع الفلاني وفي النهار في المشروع الفلاني آه لتطبيق أو لإنجاز آه البرنامج الحكومي الذي آه جاء به دولة رئيس الوزراء المحترم محمد شياع السوداني وكذلك آه نرى ان من مسؤوليتنا كوزاره انه نساهم مساهمه فعاله وجاده في مكافحه الفساد، فقمنا برفع تقارير عن اللجان التحقيقيه التي تنجز خلال فترات محدده الى الجهات ذات العلاقه، منها هيئه النزاهه ومجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء والامانه العامه لمجلس الوزراء.